صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم بالتوقعات الفلكية والأبراج والتحدث عن تحليل الأسماء واللي حكينا لها من الألف للسين لتحليل الاسم من خلال أول حرف. اليوم رح نكمل ورح نبدأ بحرف الشين. حرف الشين اللي يبدأ اسمه بحرف الشين هو ناري وشمسي ويحمل الغموض، ما بيعبر ما بتظهر على تعابيره الوضع اللي هو فيه، لذلك يصعب فهمه. حساس جدا وجذاب بنفس الوقت، يصعب عليه التركيز، يتشتت وبمل بسرعة، لذلك بيحب التغيير بحياته. حرف الصاد ترابي شمسي، هذا الشخص إنسان عنده كبرياء عالي جدا لدرجة أنه أحيانا ما بيكون على صواب باتخاذه بعض القرارات، لأنه هو حساس وعنده كرامته عالية جدا، فبيفهم الأمور أحيانا خطأ. يمل بسرعة هذا الشخص و يحب التغيير بحياته، أحيانا يكون متردد وهذه من سلبياته. اللي يبدأ اسمه بحرف الضاد ترابي وشمسي، اللي يبدأ اسمه بحرف الضاد هو مصلح اجتماعي، هو إنسان كثير العلاقات وكثير الأصدقاء، متحدث جيد ومستمع جيد، ونشوف الكثير يلجأوا له لحتى يحل لهم مشاكلهم أو يتدخل بين طرفين للصلح. إنسان جدير بالثقة وفعال بالمجتمع. حرف الطاء ناري وشمسي، هذا الإنسان يبحث عن السهولة بالحياة، ولكن هو إنسان بسيط، أحيانا مزاجي. بنشوفه كثير من الأحيان لما نتطلع له بنشعر أنه هو حزين، ولكن هو يصفن ويفكر كثير ويبين عليه تعابير الحزن، بالواقع هو إنسان معتدل بحياته. حرف الضاد اللي عليها خط هوائي وشمسي، وإنسان أيضا فعال بالمجتمع، يدافع عن الضعيف، قراراته ما بياخذها بسهولة، بيعمل دراسة واسعة، يستشير ذوي الشأن. إنسان بيحب أن يكون دائما على الحق، ما بيحب يحيد عنه، فما بيتخذ أي قرار إلا بعد ما يقتنع 100% وأحيانا 200% لحتى يتخذ قرار. حرف العين مائي وقمري، هذا الإنسان كريم جدا، هادئ، صح هو هادئ، ولكن بنشوفه أحيانا بينقلب إلى العصبية بشكل فجائي، لذلك بتكون خساراته كبيرة، لأنه هاي العصبية أحيانا غير مسيطر عليها. الغضب بخليه يضيع الحق، حقوقه هو يضيعها، ونشوفه أحيانا يضيع ما بين الصح والخطأ، فالمفروض بحرف العين يحافظ على طبيعته الهادية ويتخذ السكوت، أحيانا بيكون أفضل من أنه يتحدث ويضيع حقوقه. حرف الغين مائي وقمري، ويعتمد دائما هذا الإنسان على المنطق بكل تصرفاته، بكل أمور الحياة، مستقل، عصامي، عقلاني أكثر من عاطفي، ولذلك نشوفه يتعب بحياته ببعض الأحيان. حرف الفاء ناري وقمري، إنسان جذاب، ذكي، دبلوماسي، بيعرف كيف يتصرف، متى يحكي ومتى يسكت، ولكن نشوف أنه ما بنتوقع تصرفاته، كثير من الأحيان بنتوقع أنه رح يعمل شيء وهو يعمل شيء ثاني، إذا تصرفاته غير متوقعة، لذلك بنشوفه عدم إفصاحه عن الأمور بتخليه ينجح بحياته. حرف القاف هوائي وقمري، إنسان صادق جدا، يكره الكذب ويكره الكذابين، تعامله غالبا ما عنده مشكلة أنه يخسر العلاقات، خاصة إذا حس أنه هم غير صادقين بتصرفاتهم بأقوالهم، فهو بفضل أنه يحط الناس بتجارب كثيرة قبل ما يدخلها على حياته. كمان بنشوفه بعض الأحيان قاسي بتصرفاته وبقراراته وبتعاملاته مع الناس، ما بيتراجع بسهولة عن قراراته، عنيد بعض الشيء. حرف اللام مائي وشمسي، يكره الكذب، يكره النفاق والنميمة، يحب التغيير، يحب السفر، يحب المرح، متحدث ومستمع بنفس الوقت، أيضا بنشوفه كثير الأصدقاء وكثير العلاقات الاجتماعية. حرف الميم ناري وقمري، إنسان طيب القلب، إنساني، ينصر الضعيف، وفعال بالمجتمع، وبيتخذ يعني بيفهم الحياة من تجاربه، يعني ما بيتعلم ببداية حياته ولكن على كبر بنشوفه بيتغير هذا الشخص. حرف النون ترابي وشمسي، طموح ولكنه عنيد جدا، ما بيمل وما بيتراجع أمام الصعاب والمطبات، بيرجع يعيد من جديد لحتى يوصل للهدف، بيحب يعمل منفرد بعيد عن الجماعة، أو أن يكون القائد بعمله، إذا اشتغل من خلال مجموعة لازم يكون هو القائد، هو بيحب هيك. إنسان طموح جدا وبيوصل لأهدافه، لكن العناد هي الصفة اللي ممكن تخلي أموره تتراجع. حرف الهاء ناري وقمري، إنسان اجتماعي ودود واقعي، ما بيتراجع بسهولة عن قراراته، وبنفس الوقت هو طيبة القلب عنده عالية جدا، ولكن مش من النوع اللي يخلي الناس تتجاوز حدودها معه، وهذا الشيء بنشوفه بكثير من الأسامي اللي تبدأ بحرف الهاء. حرف الواو ترابي وقمري، هذا الإنسان ما بيعترف بخطأه، متردد، كثير الشك، ما بيسامح بسهولة، لذلك بنشوفه قليل الأصدقاء، كثير العلاقات الاجتماعية. وآخر حرف الياء ترابي وقمري، هذا الإنسان أيضا يعتمد المنطق بحياته، ما بيقاطع بالحديث، يحب أنه يستمع للأخير ويفكر قبل ما يرد وقبل ما يتخذ القرار، لذلك بنشوفه عنده طاقة عالية وبيستغلها بشكل جيد، وبيوصل لأهدافه بشكل ما بنقول سريع ولكن بيوصل، أيضا ما بيتنازل بسهولة عن الأمور اللي هو بيستحقها، لذلك بنشوف اللي يبدو بحرف الياء ناس مهمين بالمجتمع، وأيضا بياخذوا أعمال مهمة بالحياة. بهيك انتهى وقتنا لليوم، ما تنسوا بكرة في عنا دورة فلكية جديدة لشهر شباط، إن شاء الله نلحق نحكي لكل الأبراج. يسعد صباحكم. صح 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 مع رودانا.